ماشي خلينا نمشي. بسم الله بسم الله. المسلم إذا لم يؤاخذ مسلم ونفر منه لدينه
لا إيمان له. ويعضد هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحبوا. إذن لو انتفى الحب انتفى الإيمان، ولا تؤمن نفاء حتى تحب. وهذا يستوجب منا أن نفهم قواعد الشريعة حتى الأحكام التي استأذب ذلك بنيت على هذا. كل أحكام معاملات، معاملات كل جاء متأخر. الإيمانيات والأخلاقيات نزلت بكاملها في مكة ثم عرج عليه المدينة في عرجات سريعة، وذلك السورة المكية التي جمعت كل قواعد علم السلوك الاجتماعي وكل أصول إيمان. لم ينزل العبادات في مكة إلا الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كل هذا مفروض ومتأخر بعد الهجرة. يعني من مات في مكة لا زكى ولا صام ولا حج، دينه إيمانه وأخلاقه، وبها دخل الجنة من أوسع أبوابه لأنه من السابقين الأولين، ونال أعظم شرف السابق، مش أي شرف. المعاملات بالكامل نزلت في المدينة متأخر، بل كانت من أواخر نزل. لما نتتبع هذا الأمر في التشريع، أي معاملة تنافي أصل الإيمان من إيمانات الأخلاقيات الشرع يرد، يرد. الفقهاء أنفسهم لما بحثوا في الفقه زهدوا إن الأحكام بنيت على هذا الأصل، بنيت عليه. فنجد مثلا أكثر المعاملات العشرة، أكثر المعاملات البشرة، وده طول عمر البشرية تتاجر. فرب العباد أحل البيع والشراء وضع له قواعد. أي قاعدة تفضي للتنازع الشرع حرمها، أي معاملة تفضي للتنازع الشرع حرمها. على سبيل المثال الحصر، البيع والشراء حطيه بشرطين فيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ولا تفرق، فإن صدقا، فإن صدقا وبينا بورك لهم، وإن كذبا وكتما محقت بركة ما بينهم. الفقهاء أخذ هذا النص وجعله عمدة في كل مسائل فقهية. أي معاملة مالية، أي معاملة مادية بين المسلمين، قالوا مبناها على هذين الأصلين: الصدق والبيان. فانتفاء الصدق، انتفاء الصدق هيوقعنا فيما يسمى بالغرر، هيوقعنا في الغرر نوع الخداع. اللي اشترى منك على انك صادق واكتشف انك انت كاذب وخدعته وقع في حرج. الحكم ايه؟ هنوضح. المعامله اللي بنيت على هذا الغرر اتفق كل الفقهاء انها فاسده ومرفوضه شرعا، لانها يقينا ستفسد الاصل الاول التاخر. لذا قالوا كل معامله مليئه تفضي، اتوصل في النتيجة في النهاية للتنازع بين المؤمنين، فالإبقاء على أخوة المؤمنين أولى من ربح المال. أنا بس عشان نفهم، الفقهاء لما يوصل الأسرة أساسية، النظم اللي نزل به القرآن والترتيب نزل القرآن يستوجب هذا. يبقى كل معاملة مالية فيها غرر فهي فاسدة باتفاق،
لأنها تفضل تنزل المسلمين. أنت كذبت علي وخدعتني واكتشفت أن أنا خدعت في بيع وشراء. لو أعلم ما كتبته علي ما اشتريت. الشارع أعطى حق كامل للمتضرر أن يستند حق كامل ويلغى البيع. يلغى البيع. فالإبقاء على الأخوة أولى من أن يربح واحد على حساب الثاني. حتى يستمر عقد الأخوة بالمسلمين لا ينفرد. لا ينفرد بشر. فما بالك لما صنحنا المرحلة الآن أي أخ يخالفه أخ في الرأي ولو رأي في الفقه فيه خلاف يعطي له ظهر. هذه مصيبة كارثة والإسلام حرمها تماما. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لا يحل أن يحرم لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث مهما كان غضبك منه وحزنك منه وزعلك منه وخلافك له. لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبقى مسلم. لو أصروا الاثنين قسم اثنين كلمنا. ده كان الأصل إن منشأ هذا الخلاف شيء يستحق. فما بالك بخلاف اعتد به الشارع. خلاف تنوع أعطي لأخي ظهري عشان خلافنا زي ما بيحصل ده بعض السفهاء. يقول لك أنت ملك وأنا حلف ونعمل خلاع مع بعض فيما سوغ الشارع لاختلاف فيه. هذه مصيبة كبيرة جدا جدا وكارثة لما يكون هذا منهج حياة المسلمين. أنا خلفك في الرأي أهجرك وأسيبك وأعطيك ظهري. خلاف في الرأي أحاربك وأحولها حرب دروس كيف خلفتك في الرأي. الأئمة كلهم ما منهم واحد أقر هذا ولا ارتضاه ولا دعا إليه. بل كل الأئمة قالوا رأينا صواب يحتمل خطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. كما يقول أبو حنيفة نحن قوم البشر قد نقول قولة اليوم ونقول غيرها غدا. فإن بلغكم مقالا عني وحديثا عن رسول الله فعضوا على حديث رسول الله بقول بالنواجذ وردوا عليه قولي. هو نفسه لا يجد حرج أن تخالف هو المؤسس رأي. يعني هو ما استخرجه أو ما استنبطه. الإمام مالك حط قاعدة قال كل قول يؤخذ من رد إلا قول هذا صاحب المقام. هذا المقام ما قلت الإمام مالك كل الفقهاء ساروا عليه. نقلها الشافعي نقلها أحمد نقلها غيره الثوري والمنذري وغيره كل الأئمة قالوا هذه العبارة كل قول يؤخذ من رد إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه قاعدة لجمع المسلمين لربط المسلمين للتأليف بين أخوة المسلمين لتآخي المسلمين. لأن الأخوة مقدمة على المعاملة مهما على كعب المعاملة. ولذلك رب العباد لما دعا الأئمة والقادة المسلمين والعلماء قال يا الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينهم. أصلحوا ذات بينهم لا نترك هذا الداء يستفحل في الأمة ولا ينتشر المسلمين. إذا كل معاملة بنيت على الغرر على الكذب فهي باطلة باتفاق الفقهاء. وكذلك فإن صدق وبين عكس البني كذب وكتم الكتمان يوقعنا في مصيبة أخرى سماها الفقهاء الجهال. أنت كتمت عليه في السلع أو في المعاملة أو في التعاقد معك أو في المشاركة لك أمر
له أثر في ربحي أو خسارتي؟ أنت جهلتني، عميت عليه. فاتفق الفقهاء إن كل معاملة ظهر أنها مبنية على جهالة فهي باطلة مردودة، حفاظا على أخوة المسلمين. قال يقينا الجهالة هتفضل التنازع، هتفضي تراطع المسلمين. أي معاملة ثبت فيها جهالة فهي باطلة، ومن حق من استجهل أن يرده حتى نفهم سياقة الوحي وترتيب الوحي والغاية والفائدة من الوحي والثمر المرجو. إذا لما نزل التشريع بدأ بالإيمانيات، بدأ بالأخلاقيات حتى يسمو من خلال المسلمين. وبالفعل الصحابة اللي حضروا الفترة المكية كان كل تكليف إيه؟ في الأخلاقيات، في الأخلاقيات، الإيمانيات في القلوب، أثرها في الجوارح. فخرج جيل فريد، سلوك الاجتماع في القمة، في القمة. طبعا أنا قلت لأن الكلام ده بدأ مع بداية الوحي، لأن بعض إخواننا الشباب الله يصلح حالنا وحالهم يطلع من بقى فترة مكة فترة عقيدة بس، إيمانات فقط. على فكرة علم العقيدة اسم متأخر، الصحابة ما كانوا يعرفوا اسم العقيدة، كان عندهم اسم الإيمانيات. المتأخرين سموه العقيدة وسموه التوحيد، واضح؟ لكن الأصل هي أنه الإيمانيات. السلف ما فرق بين الإيمانيات والأخلاقيات للارتباط الشديد بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أوثق عرى الإيمان، يعني أقوى الأعمدة التي يبقى عليها الإيمان إيه؟ قال الحب في الله والبغض في الله، الأخلاق. فبنى الإيمان على الأخلاق. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قضية البراء، البراء أصل أصول الإيمان، أصل وأساس يبنى على الإيمان. بل كان النبي في الحديث الحسن يحصل الإيمان في الأخلاق حين قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان، جمع كل عرى وقواعده وأصوله. كل الإيمان أي كل الإيمان من الصحيح، فقد استكمل، استكمل عرى الإيمان. الحب في الله وبغض الله سلوك قلبي، العطاء لله والمنع لله سلوك مادي معنوي. فجمع الاخلاق الظاهره والباطنه، ان اجتمعت اجتمع الايمان واكتملت عراه. ولذلك نلحظ ان الصحابه في البدايه من اول لحظه بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال تؤمنوا في الله فقط، من اوائل من اسلم ابو ذر. سيدنا ابو ذر ليس من مكه بل من قبيل غفار، وغفار بتقتل شمال الجزيرة في الجرابية، يعني على ساحل البحر الأحمر، الأحمر قرب الأردن الآن بادية الشام. كيف عرف أن النبي وعز حتى صار خامس من أسلم؟ طبعا سيدنا بذر في ذلك لما أسلم كان يعتقد أنه رابع من أسلم، فكان يدعى الصحابة يقول كنت يوما ربع الإسلام، أنا فيهم كنت ربع عدد المسلمين، ربع دولة المسلمين، كان ربع بالفعل. كنت يوما ربع الإسلام. لكن الثابت أني سبقه أبو بكر، سبقه سيدنا بلال، سبقه عتبة بن غزوان. عتبة ما كانش مشهور، لكن عتبة أسبق من ذره، سبقته السيدة خديجة، من أطفال علي بن طالب. فهو الحقيقة كان خامس من أسلم، مش ربع أسلم. أبو ذر نفسه يحكي إزاي أسلم، يقول من كثرة ما سمعت
من أحبار اليهود والنصارى في بلاد الشام أن هذا زمان ظهور النبي الخاتم، وأن ظهوره في مكة، وأن مهجره إلى المدينة، وجاءوا بكل أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. كل هذا مذكور عنده في الكتاب. سيدنا أبو ذر من كثرة ما سمع الله بدأ في مكة، من أهل مكة، أتبع أهل مكة. قال: فكنت أتعرض لكل قافلة تتجه من مكة إلى الشام. أي قافل يسمع وقعد في بلده، القافل يمر على بلده، أي قافلة جاية جاب من فين؟ مكة، يجي عليه. ودي سؤال: أما ادعى أحد في مكة النبوة؟ لا لا، لغاية واحد منهم أخبرنا. قال: سمعنا رجلا يهمهم بشيء من هذا، يسر. قال: قلت ما اسمه؟ قال: محمد بن عبد الله. قال: فقلت في نفسي: إذا هو عمل إيه؟ قال: فأرسلت أخي شقيقه إداله الاسم. قال: روح أبو ذر. أخوه مفهوش حدة وشدة أبو ذر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به وسأله: إلى متى؟ ثم عاد الحديث عن البخاري. قال: فلما عاد سألته: إلى متى؟ قال: إلى عبادة الله وحده. خلي بالك من أول لحظة: ونبذل عبادة من سواه، وإلى مكارم الأخلاق، هو ده السلوك الجماعي، وإقراء الضيف، وإكساب المعذور، وحسن الجوار، وصلة الأرحام، وأخذ عدد كل السلوك الجماعي اللي جاء به الوصايا في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء وغير السور. إذا من أول لحظة دعا النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا الإيمان وحده، بل دعا للإيمان بكماله إيمان وأخلاقية. الصحابة اللي هاجروا الهجرة الأولى هاجروها في الثلاث سنوات الأولى، هجرتين في العام الثالث في العام السادس إلى الحبشة. لما حاول عمرو العاص يغري الناشي حتى يسلمه لهم، فقال للنجاشي، طبعا ما قالش كده لسيدنا عمرو من أدى ذات العرب، مش هتصرف تصرف غبي، وبعدين ده راجل سياسي محنك، فرايح ممثل لقريش متحدث رسمي اسمه، ورايح هو ابن ربيع لما دخل على الجيش التغشي فاضي واخد هدايا اغرق بها القسمسه اللي حوله، واداله هو طبعا هديه ثمينه عشان يغري. عايز ايه؟ قال: ان اناسا من جلدتنا خرجوا عن ديننا ودين ابائنا صبروا عشان يحركوا يغيظوا. قال: ولم يدخل في دينك واوتم عندك، ارهابيين متطرفين روس خب عنك. وصلت؟ فنرد ان نستردهم، نرجعهم للسبلد. الكلام ده قديم يا اخواننا، اللي عمل سيدنا عمر ده الملاحقات الامنيه بلغه العصر. عارفين العلاقات الامنيه؟ هي دي لاحقهم امنيه. طب انت ناس فروا بدينهم من بلدك، عايز منهم ايه؟ لا، عايز يجيبهم منكم بيهم عشان نعرف بس ان اللي بيحصل معانا ليس بجديد بل بالسنه الجاريه، حصل مع الصحابه. لكن النجاشي كان فيه حكمه، والنبي كان يراها منه بالوحي، النبي لم يتخذه. لكن حين أرسل الصحابة للهجرة قال: هاجروا إلى النجاشي فإنه ملك لا يظلم أحد عنده. عرف بعد كل من حول الملأ ضغطوا عليه لتسليمه. لا مشكلة مع قريش عشان فتية صابئة أوين ناموا في بلادنا، سلم سلم. النجاشي قال: لا، حتى اسمع منه. فجيء به
مين؟ كل المهاجرين. الفريق بديني يقول الكلام ده عشان نتعلم منهم درس، إن هجرنا نبقى عارفين كيف تتعامل في المهاجر، وأنتم الآن في المهاجر. صح صح، حاجات مهمة جدا. فلما جاء بهم اتفقوا ما يتحدث عنا، قال جعفر بن طالب. فقال الجاشي سائلا: ما هذا الدين الجديد الذي تزعمونه والذي خرجتم به عن دين ابائكم واجدادكم ولم تدخلوا في ديني؟ نفس عباره عمرو بن العاص ده، ولم تدخلوا بها في دين، لا انتم دخلتم في المصريين ولا احتفظتم بابائكم. فانبرى جعفر يعلم الدين لتعلموه حتى هذا التوقيت هو اللي تعلمه. فقال: كنا في جاهلية مشر نأكل الميتة ونعبد الأصنام، وأخذ يعدد مسائل الجاهلية. المصاب كان عايش فيه ده دين أباه، ده هو ده دين أبوه، دين أباء دين بس كان دين أباءهم زي الأطران. الشاهد قال: فمن الله عليه من منا دعانا إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة المسلم وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإحسان المعلوم وحسن الجواب وصلة الأرحام، وأخذ يعدد السلوك الاجتماعي في الإسلام. النجاشي لما سمع بكى، قال: هذا والله والذي جاء به عيسى بن مريم ادعوه، قال: من مشكاة واحد ينكث في الارض. جفل القساوسة، قال: ده هيسلم هيسلم، ها هم عايزين حد يسلم؟ عايزين يكفر يسلم ايه؟ مصيبة كارثة. لم مشكاة واحد، الوحي وحي. إذن هذا منهج الله الذي أنزله لكل رسل، مش خاص بالمسلمين فقط، ده كل الرسالات جاءت بهذا. ولذلك يا رب اللي بتصرح إن كل الأمم اتفقت على هذا الأصل، ما أرسلنا من قبلك الرسول إلا نوحي إليها أنه لا إله إلا أنا، دخل تحت الإيمان وآخر الخير فاعبدون، دخلت تحت العبادات. يبقى هذا القدر المشترك بين كل بشر لا خلاف بينهم فيه. إذن ثلاثة أصول من الشرائع اتفقت عليها كل الرسالات: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات. الخلاف فيه في المعاملة فقط. هنوضح ليه؟ لماذا؟ إذن أصول الإيمان وأصول العقائد وأصول الشرائع اتفقت عند كل أمرين لا خلاف بينهم فيه. إن هذا والذي جاء به عيسى بن مريم لمن مشكاة واحدة، المنبع واحد والنور واحد والمنزل واحد والمنزل واحد سبحانه وتعالى. واضح المعنى؟ إذا ندرك ده الأصل في التشريع، إن بني على الأخلاقيات. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسس الصحابة على هذه الأخلاقيات سلوكهم لوحده كان قدوة، فصار كل صحابي منهم قدوة في أخلاق وأخلاق غير متوقعة من الناس، لأن هذه الأخلاق وإن عرف الناس الجانب منها لا يحركهم لها إيمانهم، إنما تحركها لهم أعرافهم. فحتى سلوكه الاجتماعي محدود بعرف قومه. السلوك الاجتماعي لما يكون الدفع له الإيمان يسمو سمو لا مثيل له. اللي هيعرف ويصفح، ها لو بعرف قومه القوم يقول لك اه العرف له حدود، لكن في شرع الله الحشود العرف له حدود، الصبر مش حدود في الإسلام، لكن عند أصحاب الأعراف له حدود، ها ويغنوا له كمان. تطلع واحدة زي أم كلثوم تقول لك إنما للصبر حدود، إنما للصبر حدود،
لكن اللي بيحرك الإيمان يقول إنما الصبر حدود، لا، يقول سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى يأذن الله في أمري، سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على أمر الصبر. المسلم في سلوكياته السلوكيات اللي رب العبادة عليها فتح لنا فيها العطاء، فتح لنا فيها باب العمل، فسمن في الأول سمو الحقيقة أبهر عالم أكفر الخلق. يقر الصحابة بسم الأخلاق وعرس رسول الله، كل قريش أجمعت أنه الصادق الصادق أمين الصادق الأمين، يعني أصدق الصادقين في الأمة في جيلهم والأجيال السابقة، ما رأوا مثل صدق، والأمين برضو معرفة ما رأوا مثل أمانته، فلا وصل بصدقه أحد ولا وصل لأمانته أحد في كل الجيل عصروه. وضحت؟ وكذلك سأل الصحابة، سأل الصحابة سيدنا أبو بكر في أحرك المواقف يقر له في صلح الحديبية، عمير لما جاء يفاوض فطعف الصحابة ورفض رسول الله عقدي، قال محمد لا يغرنك أناس زعموا أنهم أرويك، فإن جد الجد لم تجدهم حولك. بضع في مين؟ كل الصحابة، عايز أقول لهم كل دول ركش، لو جد الجد مش هتلاقي واحد ولا واحد منهم معاك. فانبر له الصديق ليلقنا الدرس، قال أتظن أننا نتخلى عن سنة؟ وقال له كلمة غليظة جدا. ليه؟ هو بيعمل مين؟ اللات والعزى، واللات والعزى أعتقد أنها إيه؟ آلهة؟ لم يعتقدوا أنها إناث. ليه إناث؟ طلعت عندهم فكرة مقبولة أن الملائكة دول بنات الله، فمش رجال. وهم الوسطى اللي بينه وبينه مع ملحوظة، أهل مكة كانوا يذلوا النساء والبنات ويعتبروا من أكبر العيب إن مش يسمع كلام مراته، إن مراته تراجع اتناقشوا، هذا حق غير مكفول للمرأة، غير مسموح لها تناقش أصلا. ورأينا هذا سيدنا عمر ما كان في الجاهلية متربى على هذه التربية، بعد ما هاجر المدينة يعني فترة مكة كلها سيدنا عمر ما في امرأة تنجر وتقول تفتح فمها أماما ولا ترجع في كلمة ولا تقول له رأيك، رأيك إيه؟ أنا عندي صوت ورأي. وأهل مكة كده اللي عاش في الصحراء واعتاد أن يتعامل مع الذئاب ومع الأسود ومع النمور مع الحياة ومع العقارب، لو هي يجري على عمر المرأة تقول له رأي، رأي ده هو دماغه، الرأي ده ممكن يؤخره حتى كلها بالذئب ومراته وعياله. فالبيئة نفسها حملتهم حملا على ألا يسمحوا للمرأة، طبعا الكلام ده كان ممكن يتفادى في وقت من الأزمة، لكن هم جعلوا أصل في أي وقت ما فيش مجال للمناقشة. سيدنا عمر هاجر المدينة وعلى نفس العادة دي ما عرف غيره. لما راح المدينة فوجئ بأن سلوكيات الأنصاريات مختلفة عن مسؤول من مكة، فلا مراته بتراجعه بيكلم نخشته، كان هينجم، أتراجعين يا امرأة؟ خبرتي؟ أتراجعين يا امرأة؟ جاب قضية حبيب حديد هيبديها في صدرها ويحك. قالت مهلا عمر، قبل النبي من نساء المراجع وأنت لا تقبل؟ الكلمة دي يبقى فيه تشريع، فيه وحي أوقفته، لكن لسه مازال مش متصور وحدوث هذا أصلا. فظهر هذا في سؤاله، ما
قال قبل النبي أم يقبل أبدا. قال أو نساء النبي رجعنا، يعني كان خطب من نساء النبي رجعوا، لأنه لا يتصور أن المرأة اعتاد كل نساء في مكة ما في مرأة المرأة رجع. أو نساء النبي رجعنا؟ قالت نعم. قال أو حفص ابنة عمر رجع رسول الله؟ قالت نعم. قال أو حفص، خذ الخطيب وراح حفص. وأول سؤال أرجعت رسول الله؟ قالت نعم. قال ويحكي، قالت مهلا، كيف يقبل رسول الله ذلك مني ولا تقبله أنت وأنت أبي؟ الله، هو من دفع المرأة أو البنت أبوها لزوجها، رسول الله زوجي يقبل مني وأنت أبوي لا تقبله. الله فيه وحي وفيه تشريع، وأنا مأمور بطاعة الله بطاعة رسول الله، عامل إيه؟ قال حفص استأذني على رسول الله، استأذني لي على رسول الله، فإن كان قد قبل ذلك منكم تشريعا فسمعا لله وطاعة، وإن كان ذلك لتعاليكن عليه وكأت عنقته أمك. خلص عليكم تبني النهاردة. فاستأذن كان النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لقيه بحالته مبتسم تبتل يلقى بكل أصحابه، بل بادر الحديث قبل سيدنا عمر يتكلم، الوحي أبلغ النبي بقصة سيدنا عمر، فبادر هو الحديث قال لسه عمر ما لك والنساء، إيه حكايتك والنسوان النساء ما لك والنساء؟ قال يا رسول الله إن معاشر المهاجرين كنا نحكم النساء، كنا ايه؟ اعتبر ده حكم، كنا نحكم النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا نساء تحكم. والقصة دي الصراعات دي موجودة على مجرى التاريخ كله، يا ترى مين اللي يحكم مين؟ ها؟ مين اللي الكلام الأخير؟ طبعا في بلاد حكم فيها النساء، وفي بلاد حكم فيها النساء بالكامل، والكلام ده هذا ها، والرجال الغلابه اللي حكمهم النسوان يجد لنفسه بره يقول لك ها انا صاحب الكلمه في البيت والكلمه الاخيره لي، تسالتهم الكلمه الاخيره ايه؟ يقول نعم حاضر، دي الكلمه الاخيره. بل احضر لي موقف طريف، برنامج كان عامل في التلفزيون ومذيع جاي وجاب مجموعة الرجال، فقعدوا في الحلقة فيقول لهم ايه؟ اللي يحكم مراته يجي ناحيتي، واللي تحكم مراته يجي ناحيتي، فكلهم راحوا في اللي تحكم مراته إلا واحد، فهو فرحان جدا، قال لي أنت الوحيد اللي بتحكم مراتك؟ قال له آه، طب قول لي بقى إيه الأسباب اللي خلتك وقفت هنا؟ قال لي مراتي قالت لي في التليفون أوعى تقف الليل. ده اللي معكم مرات. الله المستعان، الله المستعان. خلي بالك احنا بنهيص وبنهجص بقى النسوان، اول ما تيجي قدامها كش ملك. ابو النواس الشعر مشهور معروف جدا، ابو النواس يعني كان شاعر ماجد معروف مجنوني، دخل على الخليفه فالخليفه عايز ينفس خليفه، فقال ابو النواس صف لنا النساء، فعايز يفترض الحاكم، قال النساء شياطين خلقت لنا ونعوذ بالله من شر الشياطين. قدروا ان مرات الخليفه داخله، قالت ابو النواس ويحك ما لك النساء؟ قال النساء رياحين خلقن لنا وكل الناس يهوى شم رياحين. بس عفوا انقلبت الوزير موسى بن درجه في ثواني. ها طب هم شياطين كل خلالنا ولا رايحين كل خلالنا؟ ها وذلك تلاقي الراجل ايه بعيد عن مراته ينفس والرجوله ويجي عند الست نعم حاضر كش ملك لغه العصر.
نسأل الله العافية. سيدنا عمر يقول هذه العبارة، يقول كنا إن معشر الرجل كنا نحن مسألة، فلما قدمنا المدينة وجدنا سابحكم لكن مش عايز يخطف الأنصار. قال فطفق نساءنا، اتعلمنا من أدب نساء الأنصار فأصبحنا رجعنا. دي مصيبة كبيرة عند عمر، كيف المرأة ترجع. فلقنه النبي الدرس بسؤال وأجاب عليه، قال يا عمر من المرأة؟ إذا كنت بترفض العدة لكونها امرأة فمن المرأة؟ ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل المرأة إلا أمك؟ إذا رفضنا المراجعة للمرأة لكونها امرأة فأمك إيه؟ ما امرأة؟ راجعتك العمر كلها لا، ده انت راجع كنت تدير فوق دماغك والدار اللي خلفوك، ايه اللي مخلفاك؟ من منها راجع امك؟ اليست امراه؟ ولا ام ليست امراه وراضي بس المراه؟ قال من المراه؟ هل المراه الا امك؟ هل المراه الا اختك؟ قد تكون اختك الكبرى واللي حضنتك وربيتك سنين، لا تراجعك؟ لا تراجعك؟ هل المرأة إلا زوجك؟ هل المرأة إلا ابنتك؟ إذا بمراجعة الأم والأخت الكبرى إدى الحق على حسابها للزوج والبنت كمان، مش الزوجة بس، نتراجع وتناقش. فسمع عمر قطع طير، ده كان مشهد طير. الشاهد إخواني أن نربو في مكة على قمة على كمال الأخلاق السلوك الاجتماعي، إلا بعض الأعداد التي لم يكن نزل فيها أحكام، فهذا حكم مثلا وبين خلاص انتهى القصة. فبدأ يصحح مسيرة أخلاقي ويسمو أخلاقي بفترة، كيف سمو عجيب. خرجوا من مكة المدينة، بقى كام عشان خاطر أفتح موضوع الكاميرا؟ لا لسه أكثر من تلت ساعة. 20-25 لما هاجر المدينة هاجروا بهذه الأخلاق. هاجر أمة بكاملها انتقلت لمدينة من أفقر مدن الأرض. المدينة منورة يا إخواننا، ليس فيها موارد طبيعية كثيرة، لو بعض الأمطار تنزل على الصحراء وقطر المدينة، وحياة أهل المدينة كانت تبنى على الزراعات البسيطة، النخل الخضروات الحاجات البسيطة اللي بأكلها، مفيش عندهم جنات ولا وأشجار وأشكال وألوان. ولم يكن في المدينة وفود وافدة ولا سياحة ولا يعني مكة فيها وفود فيها سياحة فيها تجارة، وذلك التجارة رائدة في مكة. المدينة غلب عليها الزراعة، فأهل المدينة مسطرة. تخيل بالله عليك ان اهل المدينه وسكان المدينه البسيطه دول ومواردهم محدوده جدا ضعيفه جدا يستقبلوا عدد كعددهم، مطلوب يعيش معاه في نفس المكان بنفس الايرادات اللي موجوده. هل هذه الصوره تبنى بها دوله؟ مدينه صغيره وسكانها يضاف اليهم عدد مثل سكانها، مطلوب ان نوفر لهم مساكن، بعضهم هاجر بلا زوجة مطلوب نوفر له زوجة، وبلا عمل مطلوب نوفر له عمل، وبما مال مطلوب نوفر له مال. الوضع ده تبنى به دولة؟ الأخلاق اللي رب عليها هي التي اعتمد عليها النبي في بناء الدولة، اعتمد كله. فأول ما هاجر رب على أسماء الأخلاق، أخلاقيات لم يرى البشر مثلها، فزادهم النبي في الآخر خلفاء، فسمى لهم خلق جديد ما جربوه، سماه التآخي. أخذ الأخوة اللي رب عليها في البداية واللي كل معاملاتهم تبنى عليها بعد ذلك، المالية والاجتماعية، واستفاد بها استفادة عجيبة.
فاصطفى من مهاجر الأنصار 90 صحابي فقط، 90 فقط، وعمل بينهم عقد سماه عقد المؤاخاة. عقد المؤاخاة كل أخ مع أخوه يقتسم كل ما من الله به عليه من مال، من قبل هذا التاريخ أو من بعد هذا التاريخ. اللي عنده مال يقسم أخوه بالنص، اللي يكسب مال يقسم أخوه بالنص، اللي يموت من الاثنين أخوه يرث مش هيرثوا أولاده. دي كان صوت العقد، عقد داخل. وانتقى النبي 90 انتقاب، وآخى بين 45 و 45. هل كلهم مهاجرين أنصار؟ لا، آخى بين مهاجرين أنصار ده الغالب، لكن آخى بين أنصار وأنصار، وآخى بين مهاجر ومهاجر. ليه؟ ليعلمهم أن هذا السلوك محمود شرعا ومطلوب شرعا ودينا. طبعا لما عمل هذا التأخي الصحابة الحقيقة أخلاقهم السامية جعلتهم يبدعوا في التأخي، إبداع إبداع غير طبيعي. وذكرت بالأمس درس الليل قصة سيدنا سعد بن ربيعة مع سيدنا عبد بن عوف، مجرد ما النبي أخى بينهم وعمل تعاقد خلصت. سيدنا سعد بن ربيعة من أنصار ومن أغنياء أنصار، عبد الرحمن عوف من أغنياء المهاجرين، وكان ترك ماله كله لله وهاجر بلا مال، بل حتى زوجته لا مال ولا زوجة ولا سكن ولا سكن. وبعدين تخيل واحد مليونير يعيش بلا مال، يعيش ازاي؟ حط نفسك مكانه، ضع نفسك مكانه، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ هتحتمل الكلام ده اسبوع، اسبوعين، ثلاثة؟ الشاهد لما اخى بينهم سيدنا سعد بن ربيعة اخذ سيدنا عبد الرحمن عوف الى بيته يستضيفه ويجلسه في بيته، خلاص امن له المكان. ثم قام مسرعا فجمع كل ماله وضع بين يديه وخلى عبد الرحمن هذا مالي كله، اشطره واختر احسن شطريه لك، سيبه نصفين واحسن نصفين جعله لك. ترك المال وانصرف على فين؟ جاب زوجتيه، البسوا لبسوا، تعال ادخل عبد الرحمن، يا عبد الرحمن انت الان اخي ولا زوجة لك ولا زوجة، انظر اليهما أيهما قرت في عينك أشر إليها لأطلقها، فإن انقضت عدتها أنكحتك إياها. السلوك ده سمعت عنه في التاريخ البشري من آدم إلى يوم الناس هذا؟ حد سمع عنه في أي أمم من أمم الأرض؟ طب عبد الرحمن عوف الظروف صعبة جدا، طب كان ممكن ياخد نص ماله ويتجف يرجعوا له تاني. ولو فعل هذا ما عيب عليه، ليه؟ لان ده اصل عقد التاخي، ده اساسه. ولو فعل هذا اي انسان مكانه ما وجد في صدر حرج، لكن عبد الرحمن ربي على السمو، ربي على قول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. العليا اللي تعطي، السفلى تاخذ. ازاي يقبل على يدي ان تكون سفلى؟ اعتبر دي جريمه في حق النفس. ثم ربي على عدم النظر للنعم اللي عليها في سوره طه مكي من التلات الاول، وفيها يقول تعالى: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. طب وانا في مع الفقر ومع انقطاع السبب وما فيش اموال اعمل ايه؟ قال له: امر اهلك بالصلاه والصبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك. الصحابه فهموا فهم عالي. عاشور اللي عاش حاله الفقر عمل كده، سيدنا عمر الخطاب كان اذا نفد ماله
يجمع النساء وأولاده ومصلي. يقوم صلي القيامة مخصوص ركعات زائد على غير على ساعه دول. ليه؟ قال لهم لان الله يقول لكم اهلك بالصلاه والصبر عليها لا نسالك رزقا. قال ما فعلت ذلك الا وساق الله للارزاق. ودي سياسه لكل مفلس هتفلس في اي لحظه وتصوت تقول معانا ريال معانا ريال مفيش مصاريف للبيت، لم الحرمه والعيال قوم صلي. صلاه بنيه ان يسوق الله للارزاق سيسوق. فهم الصحابة المعنى خطير. الشاهد يا إخواني سيدنا عبد الرحمن ما نظر لماله ولا فكر ينظر، لأن ربي عن هذا، ولا فكر ينظر للنساء، لم تحدثه نفسه بهذا. تحبس لا تمدن عليك لا تمدن عليك. لكن سيدنا سعد ما أمهله، وضع المال وجري وراح جاب النساء. فلما حدث هذا رفع يديه السماء ودعا لاخيه سعد بالبركه، والبركه تذهب العين واثرها. ودي سنه العين تاثيرها سيء جدا على الناس، والعين غير حسد، الحسد كمان زي النعم. العين بتطلع نوع من الشعاع، لو لم يبرك العبد لفلق المنظور. إذا جاء الحديث العين حق، وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، كما يقول في المثل العين تفلق الحجر. وفعلا كده تفلق الحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العين والقدر، قدر أن يكون له أثر. طب اللي عاين واحد يبرك، شفت حاجة عاملة كده قول يا رب بارك. بعض الناس اعتاد يقول ما شاء الله قوة إلا بالله. الحديث قبل التبليغ مش بالمشيئة. شعرت إن عينك جت على أي حاجة تعجبك ولو ملكك، لا ممكن إنسان يحسن ماله. شاف ابن عمل حركة طريفة ياه دي ممكن تدمره بيها. يا رب بارك. يبقى ده عاد لنا، لا ترى شيء يعجبك حتى تبرك. عدم البركة بتدمر من أمامك. ثبت في الصحيح سيدنا سهل بن حنيف، سيدنا سهل بن حنيف مصر، وكان مسلم جدا وفي الحرب، فعامل استر ما واقف استحمى، فجسمه فوق بيت صحابي مر شاف جسمه ابيض جدا، او شوف شنو وش ممكن مسمار من الشمس والحراره، شاف بياض كبير جدا. انا سيدنا سهل سقط فورا مريض، اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اتتهم احدا؟ قال فلان. فجيء به قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل احدكم اخاه. سماه قتل، على ما يقتل احدكم اخاه ان راى شيئا يسره فليبرك. يبقى لحظه العين ما تقع على الشيء الذي يعجب، ان بركت ذهب اثر العين، ما بركتش وقع الاثر. طب الحل ايه؟ هذا لم يبرك. واصيب سيدنا سعد فامره أن يغتسل ويغسل داخلة الإزالة ويعطي المعدن لسيدنا سهل يغتسل به. مجرد ما اغتسل ذهب عن مخه، فصار هذا أقصر طريق لعلاج العين. العين خطير. أنت نفسك لما تلاقي واحد يعني انبهر عجل له، حتى لو نسي كلها قول اللهم بارك. ان حملته وقالها ذهب ثمعي، عشان تعلم كيف نوخ شر العين. الله اخواننا في حاجات يعني في ناس اشتهر بهذا، اشتهر عينه فعلا تفرق حاجه.
حكني كل شيء بيعسل بعسل. قال يعني مشهور حصول جدا بالعيد فيها مجموعة مشهور جدا بالعيد. كان بعضهم إلى إخوان التجار جايبين الجمال من السودان. يطلع التاجر يقول له ها تديني الجمل ولا جيب الجمل كلها عشان يكفى عين ولا تاخذ الجمل. لأن اشتهر عنه مع كل الجمال اللي التجار يجيبوا جمال ان ده تكفوا شره انك تدوا له عيش. ده الواحد يحكي لي هذا الاخ يقول واحد من رايح يصلي المسجد هو رايح راى كلب بياكل في جيفه رجله ميته ورايح صلى ورجع ولد الكلب نض في العظم شال كل اللحم وخلى العمد الفخ لوحده والصد لوحده شفاه شفاه وقف على الكلب وهو يلعخ الميت قال له خبار ليه ميكانيكي سقط الكلب مات خبار ليه ميكانيكي عبارات عجيبة. واحد منهم كان معنا في بس المسألة عزك الله العصاري بعد ما الطيور تشبع تبدأ تعمل نوع من التريض وتمر الاسمام كده وراب واقف على كفوره وفي ارتفاع عالي فواقف من بعيد شيخ مصري خلاص شبع فبيتمطع فبيفرد جناحاته وبقى كبير. الأخ ده معنا كده قال له خبار ليه لابس لي بدله سموكي سقط الغراب مات. جمعي كان مع الاخ نشوط جدا لا انسى فبنط مع السور عايز يلحق يخدم اخوانه شافه قال له ليه خبار ليه غزال الاخ في ثانيه وقع رجله انكسرت يا عم بارك الله فيك وضعت. فاذا ندرك الصحابه ربوا على السمو في الاخلاق فنظره العين نفسها حكموها متى ننظر ومتى لا ننظر. اذا قلت تعالى قل المؤمنون يغضوا ابصارهم ابدا قد من ابصارهم ايه النظره اللي تفيد ننظرها اللي تضر نمنعها وهذا من مما ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منها مش هتنزل بعيد أثر عين ده تنزل كل أثر عين قليلة وكثيرة تنمية ما نظر عبد الرحمن ما نظر لا للمال مساء قال لست بأكثر أنا مش عاجز عشان خاطر أجعل يدي شوف دل على السوق طلع السوق تاجر ربنا كرم عرض نفسه على التجار من يبيع بأجل اللي وافق اشترى منه رفض خلاص تتلص اشترى من غيره يرضى لغيره تاجر ممن اشترى منه من اجل وباع اشترى باع اشترى اخر نهار طلع مبلغ محترم ها راح تزوج واشترى توم محترم واعصفره كده ها كان النساء بيتحنوا والرجال بيعصفروا التوم حط العصفر فيخلي التوم الابيض لونه ايه برتقالي اصفر ودخل عليه بمعصفر الثوب كده حد زي الفل فلما راى انه بيتبسم قال ما هي من عرف ايه الحكايه قال تزوجت رسول الله قال كم صدقتها؟ قال مثقال من ذهب 4 جرام وربع. قال اول ما لم يشرك اعملوا لي مال. في ظرف ايام واعوام صار عبد الرحمن بن عوف من اغنى اغنياء المدينه بدا يعرض على سعد ان يشطره مال. مش انا اللي اشعل يدي سفلى على سلع عليا. ها؟ يا مولانا بس هم الصحابة الشاهد لما آخر نبي بينهم التسعين حوى بعضهم بعضا ما عاد واحد منهم يحتاج لشيء. طب والباقي لما رأوا النبي قد آخى وارتضى الأخوة سلوكا كل واحد من أنصار المهاجرين سبق إلى المدينة جلس ينتظر مهاجر جديد
ليؤخيه من غير العهد الاول. فاحتووا كل المهاجرين اللي جايين، اللي جاي ناخده في بيتي، ااكله اشربه انيمه اقوم معاه واخليه شريك في مالي اخوه. كل الازمات الاقتصاديه، ازمات السكن، الازمات العائليه، بهذا السلوك حواها الصحابه، واعطوا الامل لكل مهاجر ان يجد في مهجره ما يغنيه. فاللي خايف يهاجر هاجر بايه؟ بحسن الخلق. وده كان الاساس الاول اللي بنى عليه النبي دولته. والله الدوله اللي هتبنى على هذه الاخلاق، في دوله تعدلها، في امه تسويها. فكان هذا منشا واصل عظيم جدا بنى النبي عليه دولته. الايات اللي تحدث السلوكيات الاجتماعيه ليست لا تمر بالكلام، بل انا اعجب ان حتى امور جهليه رب العباد يتكلم عليها فوق عرش سمائه ويناقش اهل الجاهليه فيها. السلوك ده سلكتم لي اصله ايه؟ اساسه ايه؟ اثرتم على ايه؟ لما حرموا ما حرموا من الظهور والحمل وصيله وغيرها، رب العباد يعني سبحانك ما احلمك. الرب اللي يأمر لنا كل العبيد يتجلى من عليائه ويوظف اكفر عباده. يقول له تعالى بتحرم على اساس ايه؟ ثمانية ازواج اللي ربنا احلم ثمانية ازواج، البقر والابل والغنم والنعاس، دي اللحوم اللي حلت في الحمام كبير. قال له تعالى ثمانية أزواج من البقر مع الغنم اثنين مع اثنين، قل ولقني الحج الذكرين حرم، يعني القاعدة اللي أنتم بنيتوا عليها، حرمت الذكر لأنه ذكر والأنثى لأنها أنثى، ولا حرمت الفرضون ما اشتملت على الحمل الأنثيين. نبئوني بعلم، قولوا لي ايه العلم اللي انتم بنيتوا عليه الخالق ان كنتم صدق. ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه الحمل الانثيين. فاذا لم يثبت اي قاعده من دول، ايه اللي باقي؟ انكم مؤلفين الكلام ده ونسبتوه لله، ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا؟ الاسلوب ده اخواننا ده احد اساليب البلاغه، بيسموه اسلوب السبر والتقسيم. ان انا عايز ارد على الخصم افترض كل افتراضات، ان جرى من الافتراض الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس مفيش ولا افتراض ينفع، فاكرهه انه يوافقني رغم انفي. ده بيسموه اسلوب السبر والتقسيم، وده احد اساليب البلاغه اللي كنا بنستخدمها واحنا في جهاله عنها مغيبين، لا عارفين نناقش ولا ادب نقاش، وندور على المحادثات ونظم المحادثات. ده احنا كل قواعد المحادثات ساقها القران، بل اضعف ما نتمناه ونشتهي. على فكره هذا الموضوع كان جزء من رساله المستند، قعدت ابحث في الاساليب الحديثه واساليب القران، وجدت في القران 43 اسلوب عز استخدامها عند العباد. عند احسن ما يتحدث الان في العصر الحديث في قواعد التحدث والتخاطب. احنا مغيبين عن وحي ربنا من هذا السبب التقسيم. ندرك رب العباد تنزل معنا هذا الحد، الى هذا الحد. يعني الحقيقه الانسان حار، يعني ما احلمك ربي وما احكمك لما تنزل حتى مع الكفار لتناقشهم هذا النقاش، لتعيدهم للحق حرصا منك عليهم وانت الغني عنهم. انا خطير اخواني، لكن الله
وضعها وجمعها في كتابه حتى ندرك كيف نبني حياتنا على هذا الكتاب. يبقى لما نربي أبناءنا نبدأ بإيه؟ مهم جدا أن نبدأ بالمادة الأخلاقية. للأسف الشديد أن احنا يكون همنا كله نصلي وصراعات ونقاشات على الصلاة والشباب كله في صراع على الصلاة وانتظار فيه. أين جانب الأخلاق في تربية الأولاد؟ أين جانب السلوك الاجتماعي؟ إزاي نعلمه يسمو الأخلاق مع الملاحظ؟ إخواننا ما لم يربي الطفل من صغره على هذه الأخلاق لن يستقيم. أختم درس موقف ظريف حصل مع شخصية الله يرحمه رحمة الله أبويا. كنت طوال شهر رمضان دور العائلة دور ضخم، كل فرد في العائلة اعتادوا في وقت المغرب في رمضان يخرج صينية أكل كبيرة وكل واحد له مكان مخصص ويتنافس العائلة كلها، عائلة كبيرة من أهل البيت 24,000 نفس آخر إحصاء حضرتها سنة 94، فكل واحد في العائلة ليه مكان مخصص وليه مكان يخرج فيه طعامه حتى يجتمع فقراء البلد جميعا معنا في وقت الإفطار. وكان الإنسان يفاخر بأن صينيته عليها أكبر قدر من الفقراء. الفقراء نفسهم كانوا يتمطعوا، أنا رأيت هذا بنفسي يتمطع مش عايز ياكل أي أكل، صار كثير ولا أكل كثير، ها؟ فكان مدخل الدوار في حجر ضخم جدا يقف الفقراء أراه بعيني يقف عليه عشان ينظر للصالة اللي داخله. أي صينية على مزاج يدخل وراها. الشاهد الموقف الحصري يجتمع معنا الفقراء ونجتمع نحن معهم في الطعام ناكل. فأنا كنت طفل ست سنوات تقريبا وجالس مع أبا الصينية وجاء بجواري رجل يعني فقير شاب رسة وكفيف. فبدأ الإفطار طاشت يده في الإناء فأنا عافت نفسي أن أشارك الطعام في الإناء، تركت له الطعام في الإناء وملت على الإناء الذي بجواره بدأت أغمس من الإناء بالجنة. في ثانية لقيت أبي طخ ده الكف ومعه نصيحة قال هب أنك نعم ترضى أن ينفر الناس منك ساعد قل له ضع يدك في هذا المكان أعنت على نفسي وتوضعت على ربك. كان درس لا أنساه كف عدلني هو كف منطف لا أنساه الآن بعد خلاص انتهت القصة. فقير ودوم بهدلة خلاص أنا مطالب بالشفقة عليه مطالب برحمة به لأني ربيت على هذا. الصحابة لما ربوا على هذه السلوكيات إخواني فعلا برعوا الفز وأتوا الطريق كالطريق المقيم الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق عمر. يبقى الأصل في التربية الإيمانيات والأخلاقيات لأن الإيمانيات هي التي تبقى بالأخلاقيات والأخلاقيات هي التي تبقى بالإنسان ثم تأتي العبادات لبيان حق الله علينا ثم في النهاية المعاملات حتى نسمو في تآخينا لعباد الله فلا أرضى منا إلا أخوة تعطيه. دي خلاصة التشريع خلاصة الآيات باختصار شديد جدا. أرجو الله يكون مخلا أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم حسن أخلاقنا اللهم خذ كل خير من وصينا اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا اللهم إنا نرجو رضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت عن نفسك. اللهم إنا بأحسن الأخلاق لا يهدي الأحسن إلا أنت واصرف عنا سيء أخلاق لا تصرف عنا سيئة إلا أنت. اللهم اجعلنا من حسن الناس أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين ألفون وألفون والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا الأول والأخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير الاستماع. السلام عليكم. الأخوة، هل الأخوة تبقى بين المؤمنين بس والمسلمين، ولا ممكن الأخوة تبقى مع خارج النطاق الإيمان؟ يا مولانا، هو حسن الخلق خاص بالمؤمنين؟ لا. اسمع هذا من أواخر ما نزل، من أواخر، عشان يبقى الحكم إيه؟ هو ده الأخير النهائي. سورة الممتحنة فيها يقول تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن إيه؟ إيه معنى تبرؤون؟ وتقسط إليه. إدنا أمر لهم أن تبرؤون وتقسط إليه. إيه البر؟ البر في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدري فكرتي أبطال الناس. فأنت بروهم يعني تعطوهم أحسن الأخلاق منهم. الذي لم يعديك من الكفر من أهل الكتاب وغيره، أنت مؤمن بحسن الخلق معه بالبر بس. وأن تقسط إليه، القسط، ها المقصود بالقسط؟ لا، العدل في الماديات، القسط في الماديات والمعنويات. يعني مطلوب ان راعي مشاعره، وكل حقوقه الماديه والمعنويه. لو علم اهل الكتاب هذه الايه منا لطالبونا بها وجلدونا على السيوف. وصلت؟ ده بالشرط. لم يعديك ولم يحاربك ولم يطردك، خلاص انت معه قمه العطاء الاخلاقي، العطاء الاخلاقي. البر حسن الخلق اسمى الخلق، والقسط اسمى العدل. واضح المعنى؟ فالقضيه مش خاصه بالمسلمين بس. ليه؟ لان هو ده موضوع التنسي وموضوع القدوه، وده اللي بيحمله ان يبحث عن دينك. الراجل بيتعلم اخلاق فين؟ والنبي يقول في الحديث الصحيح: لن تسعوا الناس بأموالهم. لو انت غالي جدا وتقول لي هاخد عليهم واكلهم واضيفهم يمكن يسلموا. النبي يقول: لن تسعوا الناس بأموالهم. لو هتغلب المال، طالب المال عمره هيشفع، واعطيته 100 عايز مليون. طب نشفعه ازاي؟ قال: وليسعوا منكم بسط الوجه وحسن الخلق. الشيء اللي هياخذ مغنم ويجعل يحبك ويتعلق بك مصدر حصول. احنا ذكرنا قصه عمير مع سيدنا ابو بكر لما سب وسب آلهته، قال: لولا ان للصديق يدا من هذا. قال ابو بكر: قال: لولا ان له يدا علي. اللي منع ان يرد على ابو بكر حسن خلق ابو بكر فتره الجاهليه، حسن فتره مكه، حسن عطائه له، حسن اغداقه يعني معاشرته لهم، حسن يعني خلقه معهم. اثرهم سيدنا عثمان بن عفان نفسه لما في الحديبيه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم للفوضى على المسلمين، لما رأته قريش تهللت، اللي بعدوه بحرموه تهلل عثمان بن عفان. ليه؟ كان له يد على كل اهل مكه، فكل القاده رحبوا به. خلاص عثمان تعال، انت مش جاي معتمر؟ قالوا اعتمر. سيدنا عثمان أبى، قال: والله لا أعتمر إلا مع رسول الله، أعتمر وحده. لا، لما تأخر من شدة ترحابهم به واستضافتهم له وإقرائهم له، ده استضيفه ده استضيفه ده استضيفه، تأخر حتى أشيع أنه قتل، وحصل بسببها بيعة الرضوان. ليه؟ لأن الإنسان إذا حسنت أخلاقه يقينا ظهر من أمامه. أعتى عتاد قريش، ها؟ الوليد والسد خالد. الوليد كان أسطورة، كان هو يعني أقوى ناقد للشعر والنثر، باختصار بلغة العصر كان هو في عصره عميد الأدب العربي الذي لا يبارى.
والنقش. أستاذ المفكرين فكر كم جد على مستوى جد الوليد نفسه ايه اللي أثر فيه من الإسلام؟ الأخلاق. يقول عثمان بن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما نزلت الآية إن الله أمر بالعدل إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي تلوته على الوليد. قال ما هذا يا أخي؟ قال القرآن نزل على محمد. قال أعد. فأعاد عليه الآية بس آية الأخلاق سلوك. قال إن كتابا كهذا لخير كله. ثم قال عبارته المشهورة إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمودغ وإنه لا يعلى ولا يعلى ولا يعلى عليه. قرأ كل هذه الوجوه من إعجاز القرآن سبعة وجوه ذكرها في الكتب قرأها من خلال الأخلاق عقلية بس فريدة من أول لا نسموه وحيد له والقرآن ذكر هذا فذرني ومن خلقت وحيدا جاءت فيه وجعلت لهم مالا مبدودا ومن شهودا ومهدت لنا تمهيدا ثم اطمع ازيد هو جاءت فريدة وغيره وضحيت فكان لا شيء يأخذ بلب المشركين كالأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ليلة الهجرة قبل الهجرة كل من عنده أمانة يخشى عليها وضع عند رسول الله لأنه لا يجد في مكة أأمن منه ليلة الهجرة يطاردوه ويشعر في قتله ويوصى عليه أن بعد ما هاجر يرد الأمانة لأصحابه اللي سرقوا أموال أم المسلمين ومع سرقتهم ممكن كل سنة غير لصاحب الأمان ترد لصاحب الأمان مش أنا أقول خلاص يبقى دول بقى حلال كلهم ها يعني الله يرحم الشيخ ناصر المطيع واحد يعني بيسأله سؤال في حاجة زي كده قال لي فضيلة الشيخ مش الجماعة هل الكتاب دول كفرة وأنا حلال قال لي ده أنت حرام كبير يا عايز فتوى كمان تحل لك الحرام تحل لك الحرام ندرك اذا هذه معاني لابد من ادراكها سمونا الاخلاقي مطلوب لذاته لان الله امر به والنبي دعا اليه بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يبلغ بحسن خلقه ما لم يبلغه لا بصلاته ولا بصيام مسجده بل بين ان اعلى منزله تدنو منه لاصحاب الاخلاق فقال صلى الله عليه وسلم احب الناس الي اللي بدا محمد رسول الله من احب الناس الي ذكر احب الناس الي فقط لا وادناهم مني منزله يبقين اقربهم الي في الجنه احاسنهم اخلاقا الموطئون أكناف المتضرعون الذين يألفون ويبلفون فضلهم ثلاث أخلاقيات أحاسن ومخلق الموطئون أكناف الذين يألفون ويبلفون الكافر يألفه ما حسن خلقه والبعيد يألفه والقريب يألفه والعام يألفه والخاصة تألفه ازاي اخلي الكل يعلم واقلف الكل وده اخويا وده ادعوه وانا مطالب باخوه المسلم مطالب بدعوه الكافر والعاصي والمجرم وده جزء من دعوته ووضعت الصوره عامه اذا دارت الاخلاق الاسلام على هذا النحو وجرت على هذا النحو أنا مطالب بحسن خلق مع المسلم لأن هذا حق مع غير المسلم لأن هذه من أعظم وسائل دعوته وده أيضا حق عليه إن رأى مني حسن خلق خلاص ينصاع ويسلم
برأ مني سوء خلق، يبقى إلى ما أدعوك؟ إزاي أدعوك وأنا إزاي الأخلاق معك؟ وقال موسى مع أهل شرق آسيا كلهم دخل في الإسلام سأخلق في الإسلام. بس أحنا لا القرآن نفسه، سيدنا موسى نفسه لما أخذ صفوة قومه ذهب إلى ربه وتوطع وأساء الخلق مع ربه وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، راح ينقتل لازم نشوفه بعدين. فأخذتهم موسى قال يا رب لو شئت أهلكتهم قبل إياك ليه؟ طب أنت أسفل بكم أنت أهلكتهم في وسط بني إسرائيل بعد ما جئتك بهم إلى الميقات تملكهم، أستطيع بعد هذا أن أرجع على القوم من السليم؟ إن أعرف مني أن أخذت الصفوة وخلصت عليه، من يستليم لي إذا كان هذا سلوكي؟ من يستليم؟ فقرأ إن سوء خلق واحد ممكن يصد الناس جميعا عنك، عنك وعن دعوتك، لأنه قبل ما أنظر إليك أنت كمتحدث ينظر سلوكياتك، هل ما تقوله هو فعلك؟ ولذلك قالوا من أخطر الدعوة الدعوة القدر الذي حرص عليها. كم مشرك حرص النبي أن يروه الأخلاق العالية خاصة اللي شافت حولك، يعني يحضرني من هذه سمامة بن عثال. زين سمامة كان سيد بني حنيفة، بني حنيفة سكان منطقة القصيم الآن، وكانت هذه المنطقة أغنى منطقة زراعية في الجزيرة اللي بتورد القمح والذرة لمكة، يعني دي كان مصدر الوقود بتاع أهل مكة. بعدين سيد بني حنيفة فشايف المسلمين كل يوم عمال يفتحوا قرية ومدينة وقرية، فقوم زعل، رجل شخصية كبيرة وبلد كبيرة بالنسبة لهم، قال سأريحكم محمد، أخذ سيفه وجاء على المدينة لا ترسل، يعني شوف الجرأة، رايح لرسول في مدينته اللي فيها أصحابه ورايح دول. أول وصل المدينة حظ العاسر لأمين سيدنا عمر، قال سمام بن عثال عدو الله إلى أين؟ قال لأقتل محمد. يعني دي الحقيقة الجلد والجرأة في الحق عنده قوي جدا، ثم هو استحق سيد قوم بلاش، ما أخذ سيدنا مجال تقتل رسول الله، راح هبش سيدنا عمر هبش جابوا المسيابة كتفوا به لفوا بهدوم قال من سيفه تعال، وجاء به رسول الله قال يا رسول الله هذا في منطقة نسال جاء من بني حنيفة ليقتلك، قال أرسل لي عمر سيف متى يدعو الإسلام؟ لم يستجب. سأل قال لي قال جئت لأقتلك حتى أريح منك العرب والعجم، أريح الناس كلها من شرك، جرأته كانت خالية بسنة سنة. فالرسول قال اربطوه ما دام مصر على قتلي ربطوه في رسالة المسلم عمود ربطوه، قال أكرموا فأكرم جابوا الأكل شربوا فرشة بس مربوط في العمود ثلاثة أيام. الرسول قد يدخل لي في العمود قل يا سلمان أما أن لك أن تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، فوظان أنهم مصبرين لحين أن يقتلوه يعني رابطين لغاية ما يقتلوه. قال يا محمد إن تقتل تقتل سادم، لو قتلتني لي قبيلة تأخذ مساجد. شوف فكرة مثالية فين وفكرة مثالية فين، إن تقتل تقتل سادم وإن تعفو تعفو عن شهر، ولو عفوت إن تعفو عن إنسان يقدر لك هذا الجميع، وإن تعفو تعرف عشان الثلاثة أيام الرسول يسأله ووجب نفسه بيقول في اليوم الثالث قال فكوا سخط له قال روح له ليه؟ النبي أراد أن يرى سلوكيات الصحابة بعيني
واخد فكرة باب عن الصحابة وان دول ناس جشعين يعني يغاروا على القرى والقبائل عشان ياخدوا أموالهم وياخدوا يسموا نسائهم. دي الفكرة وصلها زي نفس التشويه اللي مثلها في غير بلد المسلمين في حق المسلمين. الفكر ده قديم حديث. فالصور عنده مخلوق وجاء بها. فلما رأى أخلاق الصحابة والتآخي والتواضع والتواصل والغني مع الفقير والقوي مع الضعيف والكل متواضع والكل يتآلف، السلوكيات دي ما رأى حتى في قومه ولا سمع عنها. ثلاثة أيام والنبي يلحظ عيونه أين موضع العجب فيه أو التعجب منه، فقال في الكوثر اطلقوا سيب سبع. خرج خارج المدينة اغتسل ورجع. قال يا رسول الله ابسط يمعك وبيعك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. قال ما منعك أن تسلم وأنت بين أيدينا وأنت مربوط؟ قال يا رسول الله لو أسلمت لقالوا أسلم خوفا، أما قد فوت معنا فجئتك طالعا. والله يا رسول الله جئتك يوم جئتك وأنت والله أبغض عباد الله إلى قلبي ودينك أبغض دين إلى قلبي، أما وقد رأيت منكم ما رأيت، فوالله يا رسول الله إنك اليوم لأحب عباد الله إلى قلبي وإن دينك لأحب دين إلى قلبي. إزاي تحول هذا التحول الشديد جدا بمشاهدة أخلاقيات الصحابة فقط فقط دل كل هذا كل معاينة تحول هذا التحول الشديد مش شخصية عادية، ده شخصية قوية جدا جد وبطل أسد مش الإسلام بل موقف الطريقة. في نفس الوقت قال رسول الله لكني نذرت أن أعتمر، أنا جاي جاي أقتل رسول الله ولي الأمر جاي أقتل رسول الله ولي الأمر بعدين شغل القديم الحديث اقتلوا المسلمين واعتبر اعمل حج حج تمسح الذنوب ما شاء الله وبناء برضه الفتير فجاء يقتل رسول الله اعتبر. قال رسول الله يعني انا يعني نذرت ان اعتبر. قال امضي عمرتك روح اعتبر لسه حديث عن الاسلام لكن خبر وصل ان سلمان اسلم. وصل مكه وطوف لقيه سادة قريش سمعنا بن أسهل عدو الله الذي سبق وتأتي لتطوف بيت الحرام وتذهب إلى قومك وتمرق من قريش التراب، والله لا أمنعنك. قال والله لما مهتموني من العمرة لمنعتكم الحنطة، مش هخلي حبة قمر ولا بر ولا شعير تصل إليكم. وفعل نفس وعمل عليهم حصار اقتصادي قاتل، ولا حبة قمح ولا ذرة ولا شعير تصل مكة، لغاية ما ساسة قريش اجتمعوا هيموتوا، ده المصدر الرئيسي بتاعهم. وعمل لهم حصار اقتصادي سمامة، طب روح لمين سمامة؟ عمر السديد أبو سفيان انطلق على رسول الله في المدينة كبير يا محمد يا ابن أخي أهلك ورحمك وناشدك الله والرحم اللي بينا صبار كان يهلك من جوع سمامة منع عنا الحنطة والشعير أستحلفك بالله لتحملنه على أن يأذن سمامة بطل بطل أسد بشوف خلاهم جاءوا راجعين جاءوا راجعين وده
ده اللي ربي واللي أسلم بسبب ما عاين من حسن أخلاق المسلمين. أبو سفيان نفسه زي رسول الله وعارف إنه لن يرد رغم كفره وعداوته لابن المنيس سنة فاتت التوقيت، لأن رأوا النبي سلم هذا ورأوا المصحف هذا في كل المواقف. وده الجانب الحقيقي اللي قليل الكلام الناس عنه، مع انه ده اخطر جانب اخذ من قلوب الخلق نحو دين الخالق. حسن الخلق، ايمان وحسن الخلق. انا سقت هذه المعاني حتى نتعلم نعيد الكره في مراجعه مناهجنا التربويه لاولادنا. ما يبقاش بس الهم العباده، الهم الاكبر في دين الخلق. ان سمت اخلاقه وصدق ايمانه سيكون من اخلص الناس في عبادته ومن اسمى الناس في معاملاته. واضح المعنى ده؟ كل واحد فينا يرى نفسه على ما يربي ابنائه، لان كل هدفنا بس انه يصلي ويصوم او يزكي وبس. دي عبادات متاخره يا اخوانا، قبلها الايمانيات وقبلها الاخلاقيات. وضحت؟ بل لما هاجروا بعض الناس قال لك طب اللي ماتوا في مكة ده صلوا وصاموا واخذوا اجر العبادات. فجاءت الايه ما كان الله ليضيع ايمانكم. اللي ماتوا على الحال ده دول ساموا ودخلوا اعلى مراتب الجنان، لان كان التكليف كله في اللي ماتوا في الخيال هم بلغوا في القمة. من يصل الى وصل اليه؟ واضح المعنى؟ في هذا الزمن الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. السلام عليكم.